مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا مرحبا بحضراتكم. اليوم متابعين معاكم حنان علوة محافظة القلوبية. احنا دلوقتي متواجدين في سوق الخضار في مدينة بنها. النهاردة قابلنا أصغر بائع خضروات في مدينة بنها، نعرف اسمه ايه وهنتعرف عليه وازاي والدراسة بتاعته، بيذاكر ازاي ويوفق بين دراسته وبين الشغل ازاي في المبيعات. قولي بقى اسمك ايه؟ سيف محمد، عندك كام سنة؟ 10. 10 سنين؟ طب سنة كام؟ رابعة ابتدائي. قولي بقى النهاردة كنت بتمتحن؟ اه عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله. امتحنتي مادة ايه؟ رابعة. الامتحان العربي عامل ايه؟ الحمد لله. والنحو اخباره ايه؟ لا لسه ما خدناش. امتحنت النهاردة ايه؟ عربي ودين. عربي ودين؟ الامتحان كان عامل ايه؟ الحمد لله. كان سهل؟ اه. لا غشيته؟ هو الصراحة كان صعب بس حليته الحمد لله. حليته الحمد لله. بتذاكر كويس؟ قول لي بقى انت جيت هنا الفرش امتى؟ بقالي 5 سنين. ما انا فاهمة، بقالك 5 سنين، يعني انت بتخلص الامتحان وبتيجي على هنا؟ قول لي بقى انت بتشتغل ليه؟ بس بساعد ماما. ماما؟ قول لي بقى بتشتغل معاها من امتى لامتى؟ من 5 سنين لغاية دلوقتي. من 5 سنين لغاية دلوقتي. اه لا، من الساعة كام من الصبح لحد الساعة كام؟ وفي يعني الدروس بص، بتعمل من ايه وفي الساعة المدرسة 12 بتعمل ايه؟ من الساعة يعني بروح الساعة 8 يعني المدرسة، لما باجي تكون الساعة بقت 12 وأم ساعتها. بتروح الدروس؟ والملوخية؟ الملوخية نص كيلو ب10، والخيار؟ الخيار ب12. ب12 عدتك أنا غلطت في العلم ب20. النص ب20؟ اه يعني الكيلو ب40. كيلو ب20؟ كيلو ب20. اه كيلو ب20، بس انا بس بفقد الذاكرة كده. بتفضل الذاكرة ما بين الامتحان والشغل؟ لا، ماشي. الامتحان ببقى حلو فيه، اما الشغل المذاكرة بتبقى واخداني لبعيد. مش مشكلة، المهم المذاكرة. اه الزبون عادي ياخد غيري. اه الجزر بكام؟ الجزر ده، تعالى الجزر اقف هنا بقى قدامه كده. الجزر 10 ب10. والبتنجان الرومي 10. ماشي. والبتنجان ده بكام؟ ده 15. والتاني معلش ب10، وده 10. 10. والكوسة 10. والعنب بكام؟ العنب ب50. والتفاح؟ التفاح ب35. والجوافة؟ ب20. 20. والأناناس والكنتالوب؟ الكنتالوب اه 10. والبامية؟ البامية ب50. والليمون؟ الليمون ب15. ايه العسل ده؟ بس انت ما شاء الله عارف كل حاجة. بس ساعات بنسى. ساعات بتنسى؟ مش مهم. المهم انك عارف. قول لي بقى بتبيع الزباين ازاي؟ بتعرف تبيعهم كده؟ الحمد لله. كتير ولا بالكيلو حاجات صغيرة بس؟ اي حاجة بتبيع اي حاجة؟ اي